بعد ثورة 30 من يونيو انطلقت مسيرة التنمية في كل القطاعات والمجالات، ويعد قطاع الموارد المائية والري من أهم القطاعات التي أحاطت باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحرص الرئيس السيسي على تنفيذ مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي. طفرة نوعية في قطاعات عدة حققتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد السلطة، فكان قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز تلك القطاعات التي شهدت تلك الطفرات النوعية. تجلت تلك النقلات في تحول الدولة إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، بجانب الاستفادة من الخليط العضوي المتبقي بعد إنهاء عملية تطهير مياه الصرف الصحي في توليد غاز الميثان، ذلك لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة. أيضاً قامت الدولة بوضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 بطاقة بلغت 8.8 مليون متر مكعب يومية، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون متر مكعب يومية، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر. تحسين الأداء وجودة الخدمات كان من ضمن محاور تلك الطفرة في القطاع، خاصة في ظل توسع نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ليصل إلى 48% بعد أن كانت النسبة 11% في عام 2014، على أن يتم الانتهاء من تغطية كامل المناطق الريفية في اكتمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. لتأتي منظومة جودة مياه الشرب ضمن أولويات القائمين على القطاع، لتشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات من هذا القبيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتبلغ تكلفة المشروع الذي تضمن أيضاً خطة تركيب العدادات الحديثة وإجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه ضمن المبادرة الرئاسية أكثر من 28 مليار جنيه للمرحلة الأولى في 10 محافظات. ولم ينس القائمون على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فكرة الريادة المصرية عبر إعداد الكوادر الفنية اللازمة من خلال 7 مدارس فنية متخصصة في هذا المجال، بهدف تصدير العمالة الفنية المدربة للدول العربية لإدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي. وبفضل الطفرات والإنجازات التي حققها القطاع، بادرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإطلاق جائزة التميز لعام 2023 بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومية التابعة لوزارة التخطيط في مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، في مبادرة هي الأولى من نوعها كأول شركة قطاع أعمال عامة تشارك في تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية تحقيقاً لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة 2030، حيث تهدف تلك الخطوة للتطوير والتحسين والتميز الإداري وإحداث حراك في مجال الإدارة وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز المؤسسي في هذا القطاع الحيوي والمهم.